خدنا المرة السابقة غرزة خلية النحل أو عش النحل، وقلنا إن الغرزة دي بتتكون من غرزتين، هما الغرزة البسيطة والغرزة المقلوبة. غرزتنا النهاردة كمان برضو بتتكون من غرزتين، ولكن الاسم مختلف تماما. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. غرزتنا النهاردة برضو مستندة على 2 غرزة، هما الغرزة المقلوبة والغرزة العدلة. غرزة الحبة أو البذرة أو السيد ستيتش دي كلها اسم لغرزتنا النهاردة، بتتكون من غرزتين اتنين. تعالوا نشتغلها مع بعض. أول حاجة هنعملها هو صف البداية في التونسي. لو لسه أول مرة تسمعوا عن الكروشيه التونسي، روحوا على دروس تعليم التونسي، هتقدروا تتعلموا كتير عن الأدوات والأصفف البداية وكل الكلام الجميل ده. عقدة البداية، وهبتدي أعمل سلاسل. اي عدد من السلاسل يعجبك اعمليه. انا حتى مش هعد السلاسل على اساس انكم انتوا تعرفوا انه الغرزة بتاعتنا النهاردة مش مرتبطة ابدا بعدد سلاسل. ضغط سلسلة اقطان على فكرة، عشان الناس اللي بتحب تسأل على انواع الخيوط. الشبيه لي حاليا هو خيط المكرمية القطن، لكن الخيط ده صراحة مش متوفر، يعني مش هتلاقوه، لان انا دورت عليه كتير بصراحة. وما من ظهر السلاسل وهسحب كل اللي معايا على الابره. زي ما انتوا شايفين السلاسل اهي، لما باجي اقلب كده السلسله بيكون ليها ظهر، اللي هي الحاجات البارزه اللي انتوا شايفينها دي، هي دي اللي انا باخدها كده، بدخل واسحب واخليها معايا على الابره. كروشيه تونسي كل حاجه بنخليها على الابره في صف الاخد. الصف السحب دايما بسحب كل اللي على الابره ده واطلع منه عادي. تمام، ارتفع سلسلة، ودي دايما مهمة. زي ما انتوا شايفين السلاسل بقى شكلها نضيف، والضفيرة كده من تحت، ده بيسهل عليا لما اجي اعمل كوفية او اعمل كارديجان واشبط فيه بليسيه وكده. يعني اسحب كل 2 مع بعض، باخد كده واخد كل 2 لوب او 2 سلسلة. زي ما انتوا شايفين اهي اللي على الابرة دي بتتحسب، ودي واسحب كل 2 مع بعض. طبعا هو ده صف البداية في الكروشيه التونسي. تقدري تروحي وتعرفي أصفف البداية التانية الموجودة في الكروشيه التونسي، وبنستخدمها في ايه؟ في دروس تعليم التونسي. طبعا زي ما قلتلكم ان الغرزة بتاعتنا قايمة على 2 غرزة احنا اخدناهم من قبل، وهي الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. فهنشتغل اول حاجة وهي الغرزة العدلة. طبعا السلسلة كلها بتكون اهي. تمام، لو جينا فتحنا السلسلة كده بيكون ليها حلقة خلفية وحلقة أمامية. أنا مش بيشغلني كل الكلام ده، بدخل كده في النص وعلى الفراغ. تمام، وبسحب الخيط، سهلة أهي. طيب الغرزة التانية غرزة مقلوبة، فبلف كده على الإبرة القدام طرف السلسلة بس، أنزل اللفة وأسحب. أوكي، اللي بعدها عدلة. طبعا فين الفراغ اللي أنا بدخل فيه؟ هو المربع الفاضي اللي انتوا شايفينه ده. فانا باخد كده، ادخل كده في نص السلسلة، اخد الخيط وبسحب. تمام، غرزة مقلوبة. لو مش هنقدر نلف لفة على الابرة نثبتها بصبعنا والطرف كده، ننزل اللفة وبعدين نسحب. في طريقة تانية، اول حاجة هناخد الغرزة العدلة. الطريقة التانية ان انا باخد الخيط اجيبه كده لقدام. تمام، اجيبه قدامي كده قبل الغرزة اللي انا هسحبها زي ما انتوا شايفين اهو، وبعد كده امسك الخيط واسحب. دي بكل بساطة غرزتنا بقى بالتناوب، غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، وهكذا لحد ما بخلص نهاية الصف. تمام، غرزة عدلة دي اخر حاجة. دايما خلي الجزء ده يكون ملوش اي علاقة بان انت تاخديه زي ما هو كده. لما كانت غرزتك منقوشة وتسحبي وترتفعي سلسلة، ليه بقى؟ على اساس ان يكون الاطراف من على اليمين زي الاطراف من على الشمال، فتكون معاكي الشكل مميز. تمام، بالذات لو في كوفية فالمنظر ده هيكون افضل بكتير واحسن. وبنسحب
كل اتنين مع بعض. هي اسم الغرزة بتاعتنا البذرة او الحبة او السيد ستيتش، كل دي اسامي للغرزة تبعي النهاردة. الغرزة دي تصلح في حاجات كتيرة جدا، مميزة قوي في الشكل، وهي مقفلة وبسيطة، يعني مقفلة بس هي مفرودة، يعني طبعا مزيج ما بين غرزتين طول الوقت. زي ما انتم شايفين الخيط عامل زي المسطرة، مع اني شغالة بابرة رقم 6 وخيط سميك، بس زي ما انتم شايفين مفرودة ازاي، مش من الغرز اللي هي بترول او مزعجة يعني في الموضوع ده. دلوقتي بقى هنشتغل بالتناوب، بمعنى ان لو هنا غرزة عدلة اشتغل فوقيها مقلوب، ولو غرزة مقلوبة اشتغل فوقيها عدل. هفضل كده لحد ما اخلص كل حاجة، وهي دي فعليا غرزتنا، غرزة مقلوبة فوق العدل، تمام، غرزة عدلة في قلب المقلوب. لف على الابرة لقدام، اخد طرف السلسلة، انزل اللفة، وبعدين بسحب. غرزة مقلوبة بروح على طول السلسلة قدامي، ادخل فيها واخد الخيط، بفضل كده لحد ما اخلص الصف بتاعي. اخر حاجة دايما قلنا ما بندخلهاش في الحسبة بتاعتنا عشان تطلع شكلها منظم ومميز كده، بسحب بالطريقة دي، ارتفع سلسلة وكل اتنين مع بعض. شكل غرزتنا بدأ يبرز على طول، طبعا زيها زي غرزة البامبو او الخيزران. من الافضل ان انتي تدخلي فيها الوان هتبرز اكتر وهتكون مميزة، وكتير قوي من غرز الكروشيه التونسي اللي ينفع ندخل فيها الوان او نشتغلها وتكون باللون الخاص باسم الغرزة، زي غرزة عش النحل اشتغلتها باللون الاصفر، وزي ما انتم شايفين كيوت قد ايه. فيفضل يعني بعض الغرز تدخلوا فيها الالوان زي ما انتم شايفين. على فكرة كده غرزتنا زي ما قلت لكم خلصت، تقدروا تقفلوا وتكملوا على طول مع نفسكم. ادي غرزة مقلوبة، بدخل كده في نص السلسلة وبسحب. غرزة عدلة اشتغل فوقيها مقلوب، لف على الابرة، طرف السلسلة، انزل اللفة وبسحب. غرزة مقلوبة، ادخل في النص واعملها غرزة عدلة، لف على الابرة لقدام عشان اللي بعدها غرزة عدلة، ادخل في طرف السلسلة، انزل اللفة وبسحب. ترى زي ما انتم شايفين شكل الغرزة تحفة. تصلح تكون على فكرة قطعة كده من تحت، تكون هي منقوشة كده في كارديجان او بلوفر، ومن فوق مثلا تكون سادة او العكس، هتكون حلوة قوي. هي مش من الغرز المحبوكة على اساس تكونوا عارفين. زي ما انتم شايفين دي غرزة مقلوبة فهشتغل فيها غرزة عدلة، دي غرزة عدلة هشتغل فوقيها غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة هشتغل فوقيها غرزة عدلة. يعني ايه من الغرز المحبوكة؟ زي الغرزة العدلة، غرزة متماسكة يعني ما فيهاش فراغات او اي خروم، ولكن غرزتنا النهاردة هي من الغرز الغير محبوكة، يعني هتلاقي فيها بعض الفراغات او الخروم، ولكن ليها شكل هندسي حلو قوي زي ما انتم شايفين، مميزة كده وتصلح في حاجات مختلفة. وكمان لو الخيط غير، هتشوفوها دلوقتي في خيط البطانية، خيط طبعا غامق جدا، ولكن النسيج قد ايه رخو وقد ايه مميز هتشوفوا بنفسكم دلوقتي. اخر حاجة غرزة عدلة، اخد اخر حاجة في الجوانب، تمام. طبعا خلالي شكلها منظم قوي كده ان انا هنا ما دخلتش دي في الحسبة بتاعتي، ان هي تكون غرزة مقلوبة او اخر الصف عدلة او كده. ونفس النظام هنا زي ما انتم شايفين شبه هنا، فده مميز قوي لما بكون بعمل كوفية او بعمل كارديجان ومحتاجة اخد البليسيه فيما بعد او كده. بسحب كل اتنين مع بعض، وعشان اقفل غرزتي زي ما احنا عملنا الجوانب كده نضيفة من هنا ومن هنا، برضو عايزين الديل يكون زي القمة في النهاية، على اساس ان احنا اصلا بنعمل الغرز دي لبطانية، فاكيد هنحب ان شكل الوحدة تكون منظم، على اساس لما نيجي نسحب نقفل الوحدة مع وحدة تانية يكون الشكل كويس. غرزة مقلوبة لان البداية هنا غرزة عدلة، هنزل اللفة اسحب، بيكون معايا اتنين على الابرة، بطلع كده وبعمل حاجة اسمها منزلقة كده، الغرزة بتاعتي بتكون اشتغلتها وقفلتها في نفس اللحظة. هنا غرزة عدلة لان
كانت غرزة مقلوبة، وعلى طول منزلقة. لف على الإبرة، اخد الطرف بتاع السلسلة، انزل اللفة واسحب واطلع من الاتنين كده، غرزة بتاعتي بقت منزلقة كده. بكون بشتغل وبقفل في نفس اللحظة. اخر حاجة من الجوانب اخد وبسحب. دي غرزتنا، شكلها حلو قوي، غرزة الحبة او البذرة او غرزة الرزة زي ما بتحبوا تسموها. هي ليها اسامي كتيرة بصراحة، زي ما انتوا شايفين قد ايه كيوت، مميزة قوي. ده يا جماعة شكلها في الخيط الغامق، طبعا رخوة، وبرضو هي مش من النسيج المحبوك قوي، فهتلاقوا فيه فراغات نوعا ما. زي ما انتوا شايفين قد ايه جميلة. طبعا انا اتنزلت عن فكرة الوحدة 25 واحدة بس، لا حبيت ان انا اعملها عشوائية، فمرة عملتها ب32 سلسلة، ومرة عملتها ب40، مرة عملتها اقل من كده. وطبعا ما تنسوش الغرز السابقة اللي احنا اخدناها، زي غرزة النسيج، الغرزة العدلة، غرزة الصدفة حتى، او غرزة زي الغرزة الكلية. عملت برضو وحدات ولكن مستطيلة، لان بطانيتنا هتكون عشوائية جدا. ان شاء الله هنجمعها كلها بعد رمضان، لان طبعا المربعات دي مش حاجة، مفروض اعمل من كل غرزة على الاقل 2 أو 5 من كل وحدة او كل غرزة، فلسه طبعا هتاخد وقت. بس زي ما انتم شايفين ده شكل غرزتنا. ما تنسوش اللايك والشير، ولو لسه مش متابعيني تابعوني وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة اللي احنا بنعملها، واعملوا فيديو شير لو حاسين ان في حد مهتم بالكروشيه التونسي. رمضان كريم ومع السلامة، باي.